جايز، ازيكم؟ عاملين ايه؟ hope you're doing good fine well، بخير وصحة وسلامة بإذن الله. النهاردة برضو هشارك معاكم طريقة تنظيم الدواليب، الدواليب اللي انا بخزن فيها الاكل اللي هو بشتريه في شهر كله، بس شارك معاكم حاجات يعني برمضان وصلني من المغرب وحاجات اشتريتها هنا في مصر. ولو اول مرة تزوروني على القناة ما تنسوش تفعلوا زر الجرس بعد ما تشتركوا طبعا، وتسيبولي اللايك بتاعكم والكومنتات الحلوة اللي انا بستناها في كل فيديو عشان خاطر اشوف اذا عجبكم ولا ما عجبكوش، بس الحمد لله ان هما بيعجبكم يعني. فيلا بينا نبتدي مع بعض. زي ما انتوا شايفين بعد ما خرجت كل العلب اللي موجودة في الدولاب انا برصها قدامي عشان اعرف اللي خلص واللي لسه واللي فاضي. فهنا عندي علب فاضية عشان اوريكو طولها، في القصيرة وفي الكبيرة، في اللي بتشيل 2 كيلو وفي اللي هو كيلو وربع. بعدين بطلع كل المونة بتاعتي، سباجيتي، رز، كسكسي، اي حاجة عندي عشان خاطر اظبطها وارصها كده في العلب وتاخد مكانها. بالنسبة للكسكسي فالنوعية دي نوعية مغربية، صراحة انا هنا جربت نوعين بس في مصر اللي هو التونسي، كان حلو تمام يعني طعمه جميل. هبقى شارك معاكم الكسكسي المغربي ان شاء الله في فيديوهات تانية. بالنسبة للدقيق فأنا بشتري دقيق خاص بالخبز عشان بعجن في البيت، ودقيق خاص للبيتزا، ودقيق خاص للحلويات والكيك. كل حاجة وليها نوعية معينة من الدقيق، بس لو انتم محتارين ومش حابين انكم تشتروا كتر يعني منوعيات كتيرة ممكن تشتروا بس الدقيق. وهنا الدقيق الأسمر، فأنا زي ما قلتلكم بعجن في البيت فبحتاج الدقيق الأسمر عشان خاطر هو كامل فبيبقى فيه خبز صحي جدا جدا. بقى السميد الاصفر ده هو مش سميد ذره، بس سميد برضو جاي لي من المغرب، صراحه مش لاقيها هنا في مصر. انتوا شايفينه دلوقتي، لو عرفتوه قولوا لي فين الاقيه، بجد انا بحبه قوي. بعمل بيه بسبوسه خاصه، بعمل بيه حرشه. بالنسبه للسباجيتي فانا بقسمها على 2 عشان خاطر لما اجي اطبخها الاقيها اصلا متقسمه وبرصها بالشكل ده، بتاخد مكانها وبتبقى يعني مظبوطه على العلبه، يعني مش طويله عليها ولا اي حاجه. وهنا بقى عندي المكرونة، بشتري مكرونات مختلفة، بحاول ان انا مشتريش كميات كبيرة من نوعية واحدة، هي يعني بشتغل بنوعية ايطاليان وهي يعني جامدة قوي، حلوة قوي، ما بتعجنش ولا اي حاجة. وهنا عندي البلبولة، مش عارفة عندكم هنا في مصر ولا لأ، بس بليز اللي بيعرف الحاجات دي بصوا ملمسها عامل ازاي. الحاجات دي انا بدور عليها في مصر مش بلاقيها، لو لقيتوها قولولي، لو في مغربيات عايشين في مصر قولولي بقى، او مصريات عارفين الحاجات دي. وهنا عندي المكسرات، وعشان خاطر ما تاخدش مني مكان كبير فانا برصها مع بعض. فعندي اللوز اللي هو لسه يعني ني متجفف، بس هو لسه مش محمص ولا اي حاجة. بحط قدامه القراصية اللي هو البرقوق الاسود، بعمل بيه طاجين مغربي باللحمة. وعندي هنا عين الجمل، فالتلاتة واخدين مساحة كويسة، برصهم كده مع بعض. والسلة دي عندي فيها البلاستيك، واخداهم من ايكيا، بجد عمليين قوي وكويسين، بحط فيهم كل الحاجات اللي انا ممكن تاخد مني مكان في العلب، وبتبقى صغيرة قوي. زي هنا انا مكعبات المرق، عندي بتاع الزعفران جايبها من المغرب، وكمان بتاعة السمنة جايبها من المغرب مش موجودة هنا في مصر. وعندي هنا الشوكولاتة الخام السودة، بظبطهم هنا وبرصهم في السلة دي، بتبقى عملية جدا وحلوة قوي. هي كبيرة صحيح، شايلالي كل حاجة انا ببقى عاوزة اخزنها فيها، بس مش بتاخد مساحة كبيرة. ونبتدي نرص مع بعض كل العلب اللي معايا، في عدس اصفر، في شعرية، في رز، في فاصوليا بيضة، في رز بسمتي، في سباجيتي، انواع الدقيق كلها، سكر، حمص، كل حاجة بحتاجها في رمضان صراحة بشتريها بكميات معينة كويسة عشان مش كل مرة احتاج اطلع واشتري. بوفر عليا وقت، بوفر عليا برضو الجهد ان انا كل شوية ارص كل حاجة لوحديها، وكمان في التكلفة بتفرق كتير. ما تنسوش تقولوا لي ايه اكتر حاجة بتشتريوها في رمضان ولازم تتخزن عندكم في الدولاب، مش يعني حاجة ضرورية انها تبقى موجودة عشان خاطر لما تحتاجوها تلاقوها. ف
فيلا نكمل مع بعض الفيديو. ما تنسوش اللايك لو انتوا لسه ما عملتوهوش واسيبوا لي كومنت تحت انا بشوفكم يعني. ما تتخضوش من البوتاجاز، انا سايباها كده عشان خاطر عاوزه اصور فاوريكم قبل وبعد، بس انا ما بسيبهاش كل ده يعني بتتوسخ كل ده. كل يوم بالليل او الصبح بدري بمسحها عشان خاطر ما تتوصلش يعني للنتيجه دي. بعد ما بشيل كل حاجه بحط لها بيكربونات الصودا او بيكنج صودا، بسيبها كده مع شويه خل عشان خاطر الخل بيتفاعل مع بيكربونات الصودا فبتشيل كل حاجة موجودة في البوتاجاز او بتبقع حتى في اللبس او حاجة. بجد البيكنج صودا خلوها معاكو على طول في المطبخ او في الحمام، يعني بتفرق كتير في التنظيف. بعد ما بحطها بزود لها الخل زي ما انتوا شايفين، خل التفاح، وبسيبها حوالي 10 دقايق عشان خاطر تتفاعل. بعد كده بمسحها وبمسح يعني باي منظف عندكو بتاع مواعين، فبتتشال بسرعة وبطريقة حلوة قوي قوي. Baby, I know all your secrets, but you tell me stupid lies. Oh, you think you... أنا جايبة برضو. Baby, I know all your secrets, but you tell me stupid lies. Oh, you think you can escape now and got it all just figured out. ده الليمون الاسود المتجفف، فانا لما بجيبه بفضيه برضو في حاجة يعني ازاز. هنا التمر برضو كمان عملته. بمسح الدواليب ومنظفها برضو عشان ارص كل حاجة. هنا عندي معدات الحلويات، البلاندر عندي، كمان الميزان عندي، مولات الكيكات بمختلف الاشكال، وعندي كمان اللي هما الصغيرين دي بتاع الميني طاقة.